مدينة. انتبهي بنتي، رح اشتاق لك بابا حبيبي. يا روحي عم تبكي؟ لا ما من طول حبيبتي، راجعين بعد شهر. بنتي هذا عمك وهي مرت عمك، وهيك تعذبيها. رح نرجع حتى ناخدك. ايه مدينة حبيبتي؟ ايه بابا. شو حابة اجيب لك معي؟ رايحة المدينة المنورة، مو هيك بابا؟ ايه صح حبيبتي، المرة الجاية منعطلك من المدرسة ومناخدك معنا. انتو رايحين تزوروا قبر الرسول الكريم صح؟ ايه صح، لهيك رايحين اساسا. لما توصلوا لهنيك سلمولي على الرسول، بتقلو مدينة بتسلم عليك. تمام؟ تمام بنتي. بنتي يا عمري تعي لقلك. بنتي بدي اياكي تسقي الوردات كل يوم ماشي؟ قليلي بشو بتذكرك هي الوردة؟ بالمدينة. ومين بالمدينة؟ قبر حبيبي رسول الله. برافو عليك يا حبيبتي، صحيح. معلش ننشد نشيدنا أمي؟ مدينة يا مدام ليكوك رسولي على مدام، بانس وريدو يا مدام يا رادين يا رادين يا رادين، بانس وريدو يا مدام يا رادين يا رادين يا رادين. تعي تعرف قديش بدهم يضلوا؟ لا ما بعرف. اسألهم طيب شو فيها يعني؟ خلص أخي، مرت أخي، بنتي أمانة عندكم. لا تقلق يا أخي، رح نحطها بعيوننا إن شاء الله. طبعا تسلم. يلا بالإذن. سلام أخي. بحمى الرحمن. حبيبتي مدينة، مع السلامة. باي حبيبتي، انتبهي على حالك. أمي حبيبتي يا عيوني انت. بدك تضلي عم تبكي؟ تعي ساعديني بالشغل. ليش تركوكي وما أخدوكي معهم؟ ناقصني مصايب أنا. تعالي خلصيني اجلي الجليات. شو عم يصير معك ما سمعتي؟ لا. ليش لساتك واقفة عم بحكي معك يا غبية؟ بلا تمثيل، قومي على حالك يلا. بدي أمي، بدي أبي. لا عن جد؟ رايحة أجيب لك ياهن وأرجع. وينك يا بابا؟ يه؟ أمي حبيبتي. لاقي لي حل معها، هي ما بدها تخلصني من نقا يعني؟ وينك أمي؟ شو صار؟ ولا شيء. لكن ليش عم تبكي هيك؟ أنا شو بيعرفني؟ هي وقعت وبلشت تبكي. عن جد هالبنت مجنونة. مدينة يا بنتي، مدينة شوفي لازم تعتبريها بنتك. شو هالحكي الفاضي هاد؟ وليش لحتى انبلى هيك بلوى؟ اسمعي، صار حادث على طريق المدينة المنورة، كان أخي ومرته وماتوا اتنيناتهم. كيف؟ هاي البنت تيتمت هلأ. بدي ماما، بدي بابا. وينك يا أمي؟ بابا تعال بدي إياك.
والله البنت مصيبة. عاد شو قاعدة عم تبكي لي قدام الوردة؟ اوف منا اوف. عندنا شغل بالبيت وهي قاعدة عم تتسلى. حاجة بك تعي فوتي. شو مانك سمعانة؟ شو بدي اعمل مع هاي؟ لهون وبس، ما عاد فيني اتحملها. بدنا نربي اولاد العالم نحنا؟ روح اتصرف، ما بدي ربي هالبنت. وحدة مجنونة لأنها. ليش حبيبتي؟ تحملي شوي، البنت من شهرين توفوا أهلها بتعرفي. إيه شو دخلني؟ كمان أنا أهلي ماتوا. لأيمت رح تضل قاعدة عم تبكي؟ ما أنا عم تسكت، شوفة قاعدة مثل الهم على قلبي. يعني بتكسبي ثواب فيها، هي يتيمة. والله جد؟ أنا ما بدي هالثواب، خلصني من هاي البنت، ما بدي إياها ببيتي، خدها. وين بدي آخدها؟ هي ما لها حدا غيرنا بعد الله. أوف. مدينة؟ مدينة؟ مين انتي يا بنتي؟ شو عم تعملي؟ يا الله دخيلك، من وين اجت هالبنت؟ ما رح تحكي معي يا بنتي؟ طلعي فيني، عم تسمعيني؟ ليش جاي لهون لحالك؟ وين ابوك وامك بنتي؟ وقفي، لا تهربي، استني حاكيني. شو عم تعملي بنتي؟ ليش عم تركديني؟ والله تعبت يا بنتي. انتي ضايعة شي؟ تعالي خليني ساعدك، رح اخذك لعند اهلك.
شو هو هالمكان هاد؟ ليش لحتى تيجي لهون؟ يا سيدي كيفك؟ فاتت بنت صغيرة لعندك وأنا لحقتها. بدك ياني أحميها؟ مين هي هالبنت؟ وين أهلها؟ خير أحمد، شو القصة؟ شفت الرسول بمنامي وبعت لي بنت صغيرة. Ben Resul'den çok memnunum, o da benden memnun mu ki? Tekrar nasip eyle ya Rab, ben Resul'e doymadım ki. Doyulur mu o Mahmud'a? Doyulur mu o Ahmet'e? Ashab bile doymamış ki, nasıl doyam Muhammed'e? خديجه ما رح تقدمي لهم شيء لضيوفنا؟ ايه طبعا، تعوا معي حبيباتي تعوا. تعوا حبيباتي تفضلوا. هذا التمر من مكة. يلا حبيباتي، ألف صحة. صحتين يا روحي. انت ما أكلتي. خدوا. Doyamadım Beytullah'a, doyamadım Resulullah'a, yalvarıyorum Allah'a, bir daha gösterir mi ki? خدوا حبيباتي، جبنا هدول لإلكن. شوفوا شو في جواتها، في صور للكعبة وفي صور قبل رسولنا الكريم اللي بالمدينة المنورة. شوفوا. يسلموا ايديك خالة خديجة. أهلا وسهلا يا روحي. انتو يا رب اكتب لي شوفيت الرسول مرة تاني، واكتب لي الزيارة على المدينة المنورة. قديش متمني ارجع امشي محل ما داس برجلي رسولنا عليه الصلاة والسلام، وأقرأ القرآن الكريم قدام قبره المبارك. عمهلكن حبيباتي. شكرا خالة خديجة. نورتوا حبيباتي. سلام عليكم عمو أحمد. مع السلامة حبيباتي، انتبهوا على أهليكن وارجعوا لعنا إيمت ما حبيتوا. شفت ما أحلاهن عبوا بيتنا سعادة. شو إنهم مؤدبين. مزبوط. لو الله طعمنا شي حفيد، لو كان عنا ابن يعني. حبيبتي خديجة، مرتي الغالية،
ما فينا نعترض على إرادة الله. الله ما طعمنا وهي إرادته، وهو أدرى فينا، هيك مكتوب إلنا. إيه صح حكيك. خلاص خديجة لا تزعلي. تعرفي شغلة؟ اشتقت لمكة وللمدينة على طول ببالي. صح مالنا شهرين راجعين، بس مشتاق كتير. ايه والله اشتقت للكعبة الشريفة وقبر الرسول الكريم. الله يطعمنا زيارة تانية. ما أحلى هوا المدينة، الله يرزقنا ونرجع نزورها. أنا راي على دكانتي. تمام. السلام عليكم يا ابني سعيد. وعليكم السلام عمي. في حدا اتصل شي؟ لا ما حدا اتصل. شو وينك لهلأ يا حاج؟ اشتقنا نشوفك والله. سأل عنك زلمة. مين؟ جواد بيك، قال هاد بيع الأشرطة. ايوه. شو يا حاج؟ قال انت كانت نفسك خضرة من قبل، كنت تحب أغاني الرقص. والله انت على عيني يا حاج. علي بكفي هالحكي، كان زمان. اهدى، ما كان قصدي شي يا حاج. لو انا كنت مكانك كنت تركت بيع هالكتب. بهالزمن ما عاد حدا همه القراية. غير هالمصلحة، روح غني، والله رح تطلع بلاوي. شكرا على النصيحة يا ابني، بس انا مبسوط هيك. السلام عليكم يا حاج. وعليكم السلام، اهلا وسهلا فيكم. اهلين فيك. لو سمحت بدي من هاي. تكرمي بنتي، نقي اللي بدك اياه يا حلوة. تفضلي، هي اللي طلبتيها. شكرا لك عمو. ما شاء الله، هاي بنتك؟ ايه ما شاء الله. بس ابني بعرف انه ما عندك اولاد. مزبوط. كيف هيك؟ بنتي تبنيتها، رحنا على المنظمة السنة الماضية واخدناها، وهنيك انا خبرتهم شو بدي ومشي الحال الحمد لله. كتير حبيناها، كأنها من لحمي ودمي. الله يحملنا اياها شو مؤدبة. ما شاء الله ما شاء الله. لما تقلي ابي بنبسط كتير. فيك تعالوا معي. يلا خدية قربي يلا. شو ما بدك ياها؟ خدية خدية يلا امسكيها. ما فيكي؟ تعالي الحقينا إذا بدك ياها يلا. يلا الحقينا. اترك كتب بسرعة بسرعة. شو مدينة؟ اسحبية؟ احكي لي مين عطاك اياها؟ ما رح اعطيك اياها حتى تقولي لنا. تفضل. عادي خديجة حتى نحكي. تعالي لجنبي. سلطانتي، انتي زوجتي اللي اخترت تعيش معي وتشاركني بالدنيا وبالآخرة. نحن مع بعض من 40 سنة، كانت أحلى أيام عمري، ما صار بيناتنا مشاكل أبداً. بعمرك ما قلتي شي زعجني، بس للأسف كان في مشكلة وحدة. ما رزقنا الله ذرية. بعرف إنه عندي غصة بقلبك وأنا مثلك كمان. تعرفي بشو كنت عم فكر؟ ليش ما نجيب لنا ولد؟ شو قصدك حاج؟ شبك عم تمزح معي أنت؟ بعد هالعمر قال بدنا نجيب ولد. معلش، ليش شو فيها يعني؟ بدنا ولد مثل كل هالناس، شو رأيك؟ ما بيملى علينا حياتنا؟ ايه والله معك حق أحمد. باخده على المدرسة وبجيبه، وباخده مشاوير على المحل. حلو. وراح علمه الأناشيد الدينية. إن شاء الله إن شاء الله.
بعدين بناخده على الكعبة والمدينة المنورة. تخيل يا حاج، يا ريت فينا نحقق هالأمنية. فينا نحقق وحياتك. كيف يعني؟ ولد من ربي حفيدنا، بكرة منروح على مؤسسة حماية الأطفال ومنتبنى ولد صغير. عن جد؟ شو موافق؟ ايه طبعا، ليش لا؟ ايه بس منتبنى بنت. قائمة بكل الأولاد الموجودين عنا بالمؤسسة. ايه؟ في صور مع الملفات مثل ما طلبتوا مني حضرتكم، حطيت ملفات البنات بالأول لتشوفوهن. تفضل. مثل ما بتعرفوا رح نراقبكم أول فترة بس لنشوف كيف تعاملكم مع البنت، وحسب نتيجة المراقبة رح ناخد قرار هالموافقة. ماشي يا مدام، ايمت فينا ناخذ قرار التبني رسميا؟ انتو فيكن تاخذوا القرار بعد حكم المحكمه فورا يا حاج احمد. هات لنشوف. يلا افتح الدفتر بسرعه. ها شوف هالبنت ما احلاها. هي ايه هي هي، طلع شوف ما الطفى. هي هي. هي البنت اجت من مدينة غوندوز. هي اهدى بنت موجودة عنا بالمؤسسة كلها. بعد ما تخلصوا من الأوراق الرسمية فيكن تاخذوا البنت معكن على البيت إن شاء الله. إن شاء الله. يلا المدير عم تستناك. مدينة خدي هي، كنا عم نمزح أختي. لازم تعرفوا منيح، مدينة بنت هادية كتير، ما حكت ولا أي كلمة من لما وصلت لهون. خرسة؟ لا مو هيك، بس ما بتحكي، غالباً صاير معها حدث أو صدمة لهيك ما بتحكي. أنا عرفت إنها خسرت عائلتها من فترة، جبنا لها دكتور نفسي لحتى يعالجها، بس للأسف ما قدرت تتخطى يلي صار معها. جابها عمها لعنا من كم شهر، ومن هداك الوقت ما حدا سأل عنا. إذا حابين فيكن تغيروا رأيكن حالياً. لا نحن بدنا البنت. ايه حبيناها كتير. حلو، بس بدكن تتعبوا حتى تخلوها تحكي. ان شاء الله. هي هي بنتنا مدينة الحلوة. شو حلوة. ما رح تنسينا مو هيك؟ تعي طلعي حبيبتي، شكراً كتير عزبناكم معنا. شكراً لك. أهلا وسهلا، يعطيكم العافية. الله يعافيك. يلا أحمد. الله يعافيك. بالإذن. بخاطركم. مع السلامة. مع السلامة.
سلام. ليكي أنا اسمي خديجة وبتنادي لي ماما خديجة، أو إذا بدك خالة خديجة، أو نادي لي تيتا خديجة، قولي اللي بدك إياه. وأنا رح تنادي لي جدو أحمد، ممكن تقولي عمي أحمد، وإذا بدك بابا أحمد. ما شاء الله شو هادي. حبيبتي يخلي لي إياكي، مؤدبة ما هيك؟ إيه ما شاء الله بنتي حبيبتي. الله يحمي لي إياكي، اسمها حلو كتير ومبارك مدينة. هذا بيتنا يا مدينة، اطلعي ما أحلى. قولي لي عجبك؟ يلا خلينا نفوت بنتي، يلا. أهلين وسهلين، تعي فوتي ما تستحي بنتي، تفضلي عدي. هلأ هذا صار بيتك، هلأ عدي بنتي، ريحي حالك شوي. هاتي هالشنتاية عنك، بدي أخذها عغرفتك بنتي. طيب على راحتك، جوعانة ما؟ رايحة أعمل لك شوية أكل. آخ آخ آخ. حبيبتي مدينة، شو قصتك أنت؟ ما عجبك المكان؟ قولي لي، إذا ما عجبك برجعك على المؤسسة. بدك رجعك؟ يا بنت الحلوة مدينة، تعالي حتى ناكل، امشي يلا، تعي معي على المطبخ. لا. مدينة بدك أعمل لك شي حبيبتي؟ يلا تعي نامي بنتي، تأخر الوقت وتصبحي على خير. صعبة البنت. لا اصبري، بدها شوية وقت لتتعود علينا، روقي عليها. دخلت قلبي هالبنت، والله حاسستها بنتي من لحمي ودمي. وأنا كمان، إن شاء الله نقدر نفرح لقلبها. إن شاء الله. يلا بنتي بلشي أكل، من لما اجيتي ما دقتي ولا لقمة. جبت لها الحليبات لحبيبتي، يلا اشربيهم صحتين وهنا، اشربيهم بنتي، أكيد بتحبي الحليب. تعي رح أعمل لك سندويشة شوكولاتة طيبة كمان. يلا خدي حبيبتي كليها. شو نعمل؟ كيف حنراضيها؟ صدقني ما بعرف. حبيتها للبنت ولا ما كنا صبرت عليها ورجعتها على المؤسسة؟ مدري ليش لهف لقلبي. أنا حبيتها كتير. عكل حال أنا رايح على الدكان هلأ. إيه ماشي. اسمع أحمد، بدي إلك شغلة، خدها معك على الشغل، منه بتغير جو، بتتحسن نفسيتها. ممكن والله، ومنتمشى شوي. Yeah.
تطلعي على الزحليطة؟ ما بدي؟ شو لوين رايح؟ ايه بلاها، نشتري بالون. رح جيب لك اياه حتى تتسلي. اعطينا واحد لو سمحت. ما بدي. ايه يلا زتة زتة. شلون هالشوطة؟ برافو عليك. يلا زتة. تعي نروح ناكل اكلات طيبة. بابا طلع صرت اعرف العب فيها. مدينة. مدينة. مدينة وينك بنتي؟ الحاني مدينة. ايه طبعا بقدر. انا ما بدي اروح على البيت. خالتي من اللعب شوي صار. ما بدي غزل البنات. ما جبتوا لي اليوم. وانا جبت لي بابا. طيب بس بلعب دور واحد وكنت ماشي. ليش عملتي فيني هيك يا بنتي؟ أنا بحبك وكتير. شو رح نعمل؟ شلون رح نفرح هالبنت؟ أحسن شي نصبر. ماشي. أنت سامع هالصوت؟ لا. صوت البكي؟ لا. يا الله. مدينة؟ بنتي؟ يا الله دخيلك. الصوت جاي من تحت. Yüreğime yara
bulunmaz derdime çare yaralıyım, yaralıyım, yaralıyım. Bulunmaz derdime çare yaralıyım, yaralıyım, yaralıyım. وين مدينة؟ قاعدة جوا لحالة. نادي لا تجي. بنتي مدينة، تعي مشان ناكل، نحن ناطرينك حبيبتي. من وقت ما اجي جابت الفرحة للبيت. ايه معك حق. هاي امي وهاد ابي، هن راحوا على المدينة ليشوفوا سيدنا الرسول. ها تركوني. هاد راحوا ما رجعوا، ما وصلوا على المدينة حتى. وعدوني ياخدوني معن المرة الجاية. توفوا هنن على الطريق. العمر إلك بنتي، الله يرحمهم ويغفر لهم. بنتي مدينة ماتوا على الطريق. كلنا رح نموت وما رح يخلد حدا بهالدنيا. أكيد هنن شايفينك هلا وبدهن إياك تكوني مبسوطة، صح؟ ما راح يرتاحوا إذا شافوكي عم تبكي. يلا مسحي دموعك حبيبتي. اسمعيني يا بنتي، بدك تروحي على المدينة؟ ايه حابة تزوريها وتشوفي قبر الرسول وهالمدينة المباركة وتزوريهم لأهلك؟ ايه على عيني، ستك وانتي وأنا منروح كلنا، منعمل عمرة بس تبلش عطلة المدارس، كلنا رح نروح نزور قبر سيدنا الرسول، شو رأيك؟ ايه جدي. شرط تاخدي امتياز، تمام؟ تمام. انا اجيت جدي. اهلين وسهلين يا حبيبة قلبي. هادي هاد جلائي وهي شهادة تقدير. برافو عليكي بنتي، برافو يا شاطرة. حفيدتي جابت امتياز، تعالي يا جاري بارك لها. رح تاخذني على المدينة جدي؟ أكيد يا بنتي، أنت مدينة ولازم تشوفيها للمدينة. ما بدك تزوري قبر الرسول معي كمان؟ حجزت للروحة. أهلي ما قدروا يوصلوا بس إن شاء الله أقدر أوصل. يلا روحي خبريها لستك لا تضب لنا الاغراض. ايه ماشي جدي. يلا. شو؟ انت رح تاخذ البنت على الصحراء؟ ايه. اوه اكيد جنيت على الاخر. هالبنت شو بفهمها؟ هي بتعرف شو يعني الكعبه والمدينه؟ تعرفون اكثر منك. لك هي مانا بنتك، ليش لتصرف مصاري عليها؟ لا هي بنتي. مرحبا، عندك كتاب وجدتها بنفسي؟ ايه عندي بنتي، ليك وهنيك تفضلي. شو هاد؟ اوه شو يا حاج؟ قلي شو متغير عندك بالمحل، فهمني. عم يجيك نسوان، شو ساويت؟ علمني. انتبه يا ولد، لا تقلل الاحترام احسن لك. طول بالك، ليش عصبت؟ شبك شو عملنا لك؟ انت شو دخلك بمحلي؟ شو قلي؟ لقيتي بنتي؟ ايه.
هاد إلي ما هيك؟ أكيد لكن آه شوفي شو طالعة حلوة. إمتى رايحين جدي؟ الشهر الجاي. يا سلام. انقلب حالها لما عرفت رايحين على المدينة. ايه قديش مبسوطة. اكيد لانه رايحة لعند ابوها وامها. نحن بدنا نروح لهنيك ان شاء الله. رح نزور قبر امها وابوها اكيد. وبعدين بدنا نروح على قبر رسولنا لنزوره عن اهلها. ناخدها على المدينة لتشوف المدينة المنورة. يعني مثل ما كانوا وعدينا قبل امها وابوها ان شاء الله. ان شاء الله. ايه امي. ايه يا ابي. انطروني جاية لزوركم. رايحة على المدينة اللي سميتوني على اسمها. بدي زور قبر رسولنا الكريم عليه السلام. يا ابي صدقوني انا ما نسيتكم وما نسيت اللي قلتولي اياه ابدا. بشو بتذكرك هي الوردة؟ بالمدينة. ومين بالمدينة؟ قبر حبيبي رسول الله. رح زور قبر حبيبي رسول الله يا أمي. لا تقلقي بوعدك إني رح وصل له سلامك. مدينة حبيبتي. رايح جيب تاكسي فورا ما رح أتأخر. روح بنتي مدينة. يا عمري أنتي. يلا خذوها بسرعة. اسرعوا ابني. يلا اسرعوا الله يخليكم. ان شاء الله خير. سريع يلا. بسرعة. امشوا ابني امشوا. يا حبيبة قلبي. نادي لأهله. يلا دكتور. الدكتور بده ياكن. تفضلوا تفضلوا. يا رب يدخيلك. الله يقومك بالسلامة. طمنا دكتور. تفضل. لازم تجيب لها الأدوية بأسرع وقت. مع الأسف لازم نتصرف ونعمل لها عملية فورا. عملية شو هي؟ في عملية؟ ايه هي. شو بتقرا بكون؟ أنا جدة. مع الأسف اكتشفنا بفحوصاتها ورم بدماغ حفيدتك. الحل الوحيد استئصاله فورا. يعني فوق هيك ما بضمن تتعافى بالكامل بعد ما نعمل لها اياها. بصراحة ممكن يكون ورم خبيث بس في نسبة كتير منيحة انه تتعافى. بس رح ننطر لبعد ما نعمل لها اياها. قديش نسبة نجاحها يا دكتور؟ ما بعرف. النجاح مو مضمون بس رح نعمل كل يلي بنقدر عليه. شو منعمل العملية؟ وفي شغلة كمان يا حاج، إنه تكلفة العملية كتير كبيرة ويمكن كمان أكتر من قدرتكم. ففكروا منيح بالموضوع. فيكن تغطوا مصاريف هي العملية؟ ولا شو الوضع يا حاج؟ أعمل كل شي فيك تعمله لتنقذ حفيدتنا دكتور. نحن مستعدين ندفع كل التكاليف. اتفقنا. معناتها نحن رح نعمل لها العملية.
طيب فينا نشوفها لمدينة؟ طبعا تفضلوا. حبيبتي مدينة بنتي. شو اللي عم بصير؟ يا عيوني مدينة روحي انتي. شوف شو تعبانة مدينة. يا حفيدتي الغالية عم تسمعينا شي؟ خديجة اتفائلي ان شاء الله بتنجح. ما بعرف يا احمد، قلقانة وخايفة. وأنا مثلك. هالبنت دخلت الفرع حياتنا. قديش كانت مبسوطة إنه رايحة على المدينة المنورة. الله رح يحمي بنتنا. إن شاء الله، إن شاء الله يا رب. شو دكتور طمنا؟ طمنوا. الحمد لله نجحت العملية. بس رح نستنى. حاليا لازم تضل عنا بالمشفى تحت المراقبة كم يوم، ولو وقتها منشوف. كيف صارت؟ آمين. نايمة. هالأدوية غالية. معلش، المهم بنتنا الطيب. وش شاحب المسكينة؟ مو رايحين على العمرة مو هيك أحمد؟ لا أكيد، رحت لغيت الحجز بلا هلأ. صرفت كل المصاري مشان الطيب. صار لها أسبوع بالمشفى. يعني قديش رح تضل على هالحالة؟ الليلة بهذا المشفى غالية كتير، حتى الأدوية كمان. خلصوا مصارينا. الله كريم، من لا يحل. كنت حابب ترجع تزور المدينة. قلت لي إنك اشتقت لزيارة قبر الرسول. زعلان لأنك ما رح تروح؟ ما بتعرفي شو قال سيدنا يونس؟ إن أردت هناك ألف حجة وأفضلهم حقا أن تدخل قلب أحدهم. قلب بنتي مثل العمرة وفرحة الحج. المهم صحتها وابتسامتها وسعادتها. الله يحفظها ويحمينا إياها. ها ستي. بنتي ستي. يا روح ستك. ما عاد فيني روح على المدينة مثل أبي وأمي. لا تقلقي حبيبتي، لما تطيبي رح أخدك. روحوا أنتو، ما تضلوا قاعدين مشاني. لو سمحتوا بدي إياكم تزوروا قبر أمي وأبي كرمالي. وصلوا سلامي لرسولنا الكريم كمان. ماشي؟ آخ يا روحي، لا تحكي هيك بتزعليني. ما رح نتركك، رح تروحي معنا. يعني إذا ما رحنا السنة منروح السنة الجاية. ما وعدتك إني رح أخدك؟ هلأ أنتي وفيتي بوعدك وجبت امتياز، صار دوري حتى أوفي بوعدي. معلش، عادي إذا ما رحت. روحوا أنتوا بدالي. شو صار له؟ تعال يا جماعة دخيلك. شو فيها؟ شو ؟
صارت البنت؟ إن شاء الله تحسن وضعها. إن شاء الله، إن شاء الله. أنت لا تأكل هم المحل، أنا داير بالي فيه. يسلم إيديك، بس قررت بيع الدكان ابني. لا تقولها، ليش يا عمي؟ بعرف إنك تفاجأت، بس عندي مصاريف مشفى مدينة. بدي مصاري، بعمل كل شي مشانها، ولو بعد محلي، المهم الطيب. طيب من وين رح تصرف يا حاج؟ الله كريم. يسعد اوقاتك عمي احمد. قل لي شو وضع لهونه؟ عم يقول بده يبيع المحل. شو؟ ليش رح تبيعه؟ ليش؟ شو هالحكي؟ ليدفع للمشفى. انا ماني عم صدق. شو الله جابرك؟ ما انا بنتك، شو عم يصير معك؟ والله غريبه. خلي المؤسسه يدفعوا لانه عطوك بنت مريضه. روح راجعهم. خلاص اسكت. سعيد شفت؟ والله هذا معلمك جن على الاخر. ماشي بنص الطريق بعد لنا. حاج احمد، شو هالصدفة هي؟ أخي أحمد كيفك؟ بعمري ما كنت متخيل شوفك مرة تانية. كيف صحتك؟ طمني عن أخبارك. الحمد لله. يلا تفضل ومنحكي بالسيارة بعدين، أنا مشغول هلأ. آه يا أخي أحمد، طلع منتسلى شوي ومنحكي عن الماضي. يا ظالم، كيف نسيت رفيقك؟ احكي، ليش ما عاد سألت؟ شو نسيت أيام الغنى والحفلات؟ تتذكر كم مشريط سجلت؟ قديش سجلت لك نسيت؟ نسيت شو فرحت الناس وشو حبوك؟ ليك خود هاي كارتي، تمام؟ زورني بأي وقت بدك ومنحكي على أيام الخوالي. لا تنساها، بدك تزورني أكيد ماشي؟ بلكي بترجع بتغني من جديد. يلا سلام أخي. يلا حبيبتي افتحي تمك وكلي. تيتا وينو جدي؟ ما عاد إلا يجي. امتى أنا رح أطلع من هون يا تيتا؟ يا روحي بس الطيبة حبيبتي. أنا منيحة بدي أطلع. أوه صحة وهنا حبيبتي. تيتا انتو عن جد ما رحتوا على العمرة كرمالي؟ ليش معقول نروح بدونك يا تيتا؟ هلأ المهم تصيري منيحة والسنة الجاية منروح سوا. ايه؟ كل هالقد بتحبوني تيتا؟ اكيد. بس انا ماني. انتي بنتي وحبيبتي وروح قلبي وكل شي حلو بالنسبة لإلي. اجا جدو. اهلا وسهلا. جدو غني لي الانشودة تبعنا. رح انشد لك لما نصير بالبيت. امتى رح اطلع؟ كيفك عمي أحمد؟ أهلين يا سعيد، كيفك؟ الحمد لله منيح. أنت كيف أمورك؟ طمني عنك، البنت كيفها؟ الحمد لله بخير. لساتها مدينة تعبانة؟ إيه والله. شو الوضع؟ حالتها عم تتحسن. الله يشفي لك ياها يا خالي، شي صعب. أنت تعبتي كتير بهي الفترة وما تركتيها أبداً، مع أنه هي مو بنتك بالحقيقة. الله يجزيك الخير. بس أنا بعتبرها مثل بنتي وأعز، هي كل شي بالنسبة إلي. بتمنى لو أنا المرضانة. هالبنت كل شي بالنسبة إلي حلو وأملي الوحيد. إن شاء الله معافاي. شكراً إليك.
بدي حاكيك بشي مهم. من شهر وانتو بالمشفى، وهاد شي مكلف كتير، وسمعت انك بعت محلك. انت انسان عظيم حاج احمد، صرفت كل شي معك كرمال بنت هي مو بنتك لتضل عايشة. الله يجزيك الخير. بس هي بنتي يا دكتور. بدي اقول لك شي، كل يوم عم تضلوا فيه بالمشفى هون عم يكلفكن كتير. المعنى يعني الأفضل إلكن تضلوا بالبيت، لأنه ما رح يتغير شي هون. الأحسن تضل بالبيت وتاخد أدويتها بوقتها، وأنا رح يجي شوفها كل ما صح لي. اللي يا دكتور، هي رح تضل عايشة؟ يا حاج أحمد، نحن ما منقدر نساوي لها شي. ساوينا كل شي منقدر عليه بس ما في نتيجة. خلينا نساوي لها عملية تانية. هاد شي مستحيل، ما منقدر، لساتها صغيرة وما رح يتحمل جسمها. خدوها عالبيت لأنه هي آخر أيامها. آخر أيامها؟ شهر أو شهرين بالكتير. الله يعطيك الصبر يا حاج. قلت شهر أو شهرين؟ هذا إذا ظلت ملتزمة بالأدوية بوقتها ممكن تعيش 4 شهور إن شاء الله. بس بصراحة الأدوية كتير غاليين، حتى المسكنات والإبر. كنت بدي خليها تروح تزور قبر أمها وأبوها بالمدينة المنورة، وكان بدها تشوف قبر رسول الله المبارك. أنت إنسان منيح يا حاج أحمد، والله ما قصرت معها أبدا. وهلأ لازم تخليها تضل مبسوطة، مثلا تخليها تروح تزور المدينة المنورة. أخيراً رح تروحي معنا عالبيت. وأخيراً كيف يعني أحمد؟ وأخيراً وصلنا عالبيت. جدي نزلني، أنا بدي أمشي لو سمحت. على عيني بس انتبهي. انتبهي مدينة. أنا كتير اشتقت أمشي يا جدي. حابة أمشي لحالي، وبدي روح على غرفتي كمان. بكفي تبكي قدام البنت. ما عم بقدر اتحمل يا احمد، شو اعمل؟ Thank you.
ساعدتني بشي يا جدي؟ زغيني تنشد لي الأناشيد. مدينة يا ورمضم جل قوقصون ألامضم بن رسول ديامضم يراليم 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 بن رسول ديامضم يراليم يراليم Kabe'nin örtüsü kara açtı yüreğime yara bulunmaz derdime çare yaralıyım 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 bulunmaz derdime çare yaralıyım yaralıyım yaralıyım. واحد. يا ربي أنا عندي أمنية إني روح المدينة المنورة وزور قبر رسولنا الكريم المبارك ورح أعطي وردة كمان بترجاك يا الله لا تردني خايبة. آمين. يلا شو هي اللي معك؟ رح خبيها معي. جبت لك أكلات الحمامة. اطلعي ستي لونها أبيض وعيونها حلوين كتير. حلوة هالحمامة ما؟
شوفي ستي شو جابت لي معه، وأنا كمان رح طعميها. يلا كلي. أنت خجلانة منا؟ ماشي، معناها رح نروح مشان تاكلي أكلاتك. أهلا وسهلا حاج أحمد. أهلين فيكي. عطيني الأدوية المخصصة للحاج. تمام، تفضل ارتاح. طمني، كيف صارت البنوتة؟ عم تتحسن؟ ايه منيحة. لساتها أسعار الأدوية غالية؟ والله هاي الأدوية صعب تلاقيها، مستحيل إنها ترخص. ايه معك حق، شو نعمل؟ تفضل يا حاج. أنا خجلان منك كتير، بقدر كمل حقهم بكرة؟ أكيد حاج ولو. شكراً إليك يا بنتي. ترامي وجاني راسي ستي. ريتك إلي يا تيتي. مشان الله ساعديني كثير عم متوجع. وينك لهلا؟ البنت رح تموت من الوجع. رح روح جيب الممرضة تعطيها إبرة. يا روحي أنت، بس تحملي لك شوي. كثير عم متوجع. يا عمري أنت بس تحملي لك شوي. يلا هلا شوفي رح يروح الوجع كله. اهدي شوي، اهدي اهدي بنتي. شوفي خلصنا ها. يلا. ها. معافاية بنتي. تمام. يسلم ايديك يا بنتي. وايديك يا حاج، هاد واجبي. شو راح نساوي إذا ماتت الطفلة يا خديجة؟ بعيد الشر عنا. بس بتضل هي هي الحقيقة. الدكتور ما عطانا أمل. لسه في أمل إن شاء الله. تعرفي شو يا خديجة؟ أنا متعلق بهالبنت كتير. والله وأنا لساتها صغيرة على هالأمور وعلى الامتحان وعلى هذا الوجع. هاي الطفلة جوات قلبها إيمان كبير. الله يطول لنا بعمرها يا رب. آمين يا رب. بس نحن فلسنا، كيف بدنا نجيب لها الأدوية؟ شو رح نساوي؟ لازم ندبر مصاري. من وين رح تجيب المصاري؟ رح دبر، لا تقلقي. لا لا يا أخي، مثل ما عم بقلك أنا رح أترك هذا الشغل. قاعد لا شغلة ولا عملي، صدقني كل هذا الشغل مو عاجبني. لا والله. شو صار بمطعمك أنت؟ وضعه على ما هو عليه، ما في أي شيء جديد. لازم يتحرك الوضع بالمطعم شوي، شغل عقلك. السلام عليكم. وعليكم السلام. ها أخي أحمد، أهلا وسهلا، كيفك؟ تفضل عود، تفضل ارتاح. شكراً إلك. إيه هات لشوف. شو اللي خلاك تتذكرني وتجي لعندي؟ عثمان، تعرف هذا الشخص مين بيكون؟ أكيد ما رح تعرفه. هذا الشخص من زمان كان مطرب معروف، أنت كنت لساتك ولد صغير. من زمان كتير، كان واحد من المشاهير. ووقت الحفلة تكون إله، ما كنت تلاقي كرسي فاضي. لهلأ أغانيه معلقة ببالي وما بتروح. كان مثل الأسطورة. إيه والله كتير حلوة أغانيه.
كانت تخليك ترقص بدون ما تحس. بس هو تاب وبعد عن كل هاي الأمور من زمان لأنه راعى الحج. الغني هو حرام مو هيك؟ مين قال لك هالكلام؟ معقول الغني يكون حرام؟ سمعت؟ والله شي منيح معناها. وفيك تغني هلأ؟ وليش لا؟ بغني أغاني وأناشيد دينية. أنا بالإذن منكم. إذنك معك، مع السلامة. إيه؟ بصراحة جاي وبدي أطلب منك طلب. أكيد احكي لي. وأخيراً إجيتي؟ طيب وكيف بدك ترجع لي هذا الدين؟ إذا اضطريت ببيع بيتي. لا إن شاء الله ما بتضطر. الله يسمع منك. لشو المصاري؟ بنتي مريضة. لا آخ منك يا أخي، ضيعت موهبتك. مين اللي أقنعك تروح للحج؟ كنت هلأ معك مصاري. أنا مبسوط هيك يا محمود. إيه بعرف إنك مبسوط. تمام أنا رح دينك، بس ما رح أقبل تبيع بيتك. نحن بيناتنا عشرة وأنا بعتبرك مثل أخي، وهذا الشيء ما بيهون علي. الفضل لإلك، أنت خليتني فوت بهالمجال وأنا بدي رد معروفك. أنا في عندي مطعم وحاطت بقلبه مطربين، بس الزباين ما عم تنبسط. شو رأيك تشتغل أنت فيه؟ بتغني لك كم غنية عندي، والله لتطير عقل الكل، وبعطيك اللي بدك اياه. شو رأيك؟ لا ما بغني بمطاعم فيها مشروب ابدا. ما تنسى اني حجيت. مالي نسيان، لا تخاف، هذا المطعم ما بيقدم مشروب ابدا، مطعم عائلي وهيك بتجيب مصاري. عم بقول لك لكان والله. اذا هيك ما عندي مانع. يعني انطرك بكره المساء؟ اذا الله راد. الله معك. ألو كيفك؟ بدي إياك تساعدني، بدي تنشر لي خبر عن المطعم اللي إلي، بتعرفه أنت وهالشي رح يفيدك، أنت بتحب هاي الأخبار. تعال لعندي بكرة وجيب معك كل الصحفيين، كل اللي بتعرفهم. ها تمام، تعال بكير ماشي. هلأ بترتاحي يا تيتي، طولي بالك، هلأ كل الوجع رح يروح، اصبري شوي. اهدي حبيبتي اهدي. يلا يلا خلصنا. يا الله يا الله يا رب، دخيلك ساعدنا يا الله. كل يوم عم يزيد وجعها، لازم تجيب ابر كمان. تصبحوا على خير. وانتي بألف خير، يسلم ايديكي بنتي. لازمها ابر كمان.
شو رح نساوي؟ اللي انت دبرت المصاري؟ رح جد للأبر خديجة، لا تاكلي هم. طمني كل شي جاهز؟ جاهز خواجة. ممتاز، أي الفرصة المناسبة، لازم نستغلها منيح. ها ليكو إجا، شيل هالكاسات بسرعة يلا. حاضر. رح استقبل الحجي نجمنا المشهور، حلو هالاسم ها؟ ماشي. الاسم الفني النجم الحاج. أوه أهلا وسهلا بالأخ أحمد، شرفتنا. تفضل أخي ارتاح هون. ثيابك الخاصة صارت جاهزة. مو قلت ما عندك كحول؟ عن شو عم تحكي أخي؟ وما أحلى يكون عندي، نحن رفقات من 40 سنة، ومعقول خون صديقي؟ بس ريحته فايحة. كان في حفلة عرس مبارح وما قدرت امنعهم، ومطعمنا عائلي مثل ما بتعرف. شو يا أخي؟ وصاغ فيني. ليك أخي أحمد، أنا عم بفتح لك بواب الشهرة، بعد غياب 30 سنة عم بجمعك بمعجبينك. يلا فوت لجوا وجهز لي حالك. ثلاثة وعشرين، أربعة وعشرين، خمسة وعشرين. يعني الحمامة إجت 25 مرة. يعني الحمامة يلي جابت كل هدول؟ طبعاً، لأنه أنا بضل طعمي الحبوب وهي بتجي وبتعطيني هدول. برافو بنتي. وهي الحمامة بتكون إلي. ليك إجت مرة تانية، صارت تجي بالليل كمان. ليك وين صرت؟ انجبرت ترجع للكواليس مرة تانية، وكل هاد مشان مدينة. صار لازم ترجع تغني كرمال بنتك الصغيرة. أعزائي الحضور أهلا وسهلا. أهلين أهلين فيك. أهلين سيد محمود. بعد شوي كلكم رح تسمعوا الذهب العتيق اللي رجع ليغني من أول وجديد. اشتاق لجمهوره، ومن هاللحظة رح يكون هذا المكان انطلاقة نجمنا من جديد. تمام. وهلأ رحبوا بأسطورة الغناء النجم الحاج أحمد الرداد سفقولو. برافو 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 حاج. برافو نورت حاج. عم نستناك، كنا متشوقين لنشوفك يا حاج. أهلا وسهلا بالحاج. راسك. تفضل من هون حاج، تفضل. المنصة لك. يا عيني عليك. يلا يا حاج كلنا لطينا. يلا يا حاج بدنا نسمع. جود سمع يا شباب. معيتك صب لنا كاس رحلة حاج. رحلة. يلا حاج يلا. جود برافو. راسي طولي بالك. عم يوجعني كتير يا ستي. هلأ بيروح الوجع يا حبيبتي، بس تحملي شوي. سلامتك. سلامتك يا نور عيوني. عاد فيني اتحمل كتير، عم يوجعني. سلامتك بنتي حبيبتي، هلأ بيروح الوجع. شو هاد؟ جايين نسمع معاسي؟ يلا غيرها يلا خلصني. مزبوط. شو هاد يا؟ بدنا شي فرفشة. بدنا غيرها. يلا سمعنا الشغلة تانية. ليش قلب يا حزاين؟ سمعنا أي شي تاني. يلا شو جايين يلا ما صار شي يا شباب. هلأ أيوة يلا هوب يلا قوموا 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 يلا يلا أيوة أيوة يلا 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 يا شباب. أيوة يا صبايا. أيوة يا صبايا. أيوة
اهدي بنتي اهدي. خلاص حبيبتي خلاص. يا روحي راسي. طولي بالك روقي، رح يروح الوجع حبيبتي رح يروح. لك دخيله يا حاج عطيه. يا عيني عليك. تسلم هنيه. يا الله رجاء لو سمحت، لو سمحت رجاء لا تصور، رجاء لا تصور، بترجاكم بعدوا على شوي. ايه لا تصور هلا كنا مبسوطين. لسه بتريد يا اخي اغانيك بتطير العقل يا حاج، عن جد انت فنان بهنيك. شكرا وانا سعيد بحضوركم، شرفتوا. استنى اخي احمد استنى، كنا مبسوطين لولا هالحادثه اللي صارت. تفضل هذا اجرك، من اليوم رح نحيي هالمكان من جديد، مشروع العمر ورح نكسب مصاري كتير، ومن اليوم ورايح رح تكون النجم الحاج المشهور ورح تدعي لي. خود هاي حصتك. انا يلي وثقت فيك يا اسفي على كل شيء. وقف لك وطلع حاج، كيف لحتى رجعت؟ شو بدنا نعمل خواجه؟ انسالي امره، عملنا دعايه لمطعمي، بكره مطعمي رح ينتشر على كل سنوات الدرس وبالجرايد، وهيك ما رح يضل طاوله فاضيه، ولازم نقول انه المطعم للحاج. منيح معناها، وبلكي ما اجى. وبلا ما اجي صار النا سمع، فكر وحسبها، بمطعمنا اللي رقص فيه الحاج هالشي هاد حقه مصاري. لو سمحت الحاج رح يستمر معكم. تعاقدتوا مع الخلاص؟ هاد هو نجمنا الحاج، وعم نستنى معجبينه ويشرفونا بمطعمنا هون. وهذا كان موجز لأهم أخبارنا اليوم، ابقوا معنا من أجل بقية النشر. أعزائي المشاهدين، النجم الكبير صاحب الصوت المخملي من الزمن الجميل يعود إلى الغناء. المغني الذي كان يغني وأصبح مشهوراً ثم ترك الغناء وأصبح حاجاً هو أحمد الرداد، بعد 30 عاماً من اعتزاله يعود للغناء. يا ربي دخيلك، عفوك يا ربي. رجعنا تصوره، هاد هو نجمنا الحاج، وعم نستنى معجبينه ويشرفونا بمطعمنا هون. جوزي وبصدق عيونك. مدينة يا حبيبتي راسي. يا ربي دخيلك مدينة حبيبتي، حتى بنومة عم تتوجع. دخيلك يا ربي، قلي كيف بدنا نجيب لها الدواء. خلاص رح نبيع البيت. يا بنتي يا روحي.
مرحبا. أهلين، تفضل حاج، أهلا وسهلا. أوه النجم الحاج، ما بتستحي؟ ضيع عن كلمة حاج فيك. لك يا عيب الشوم عليك، شوهت صورة الحجاج. ألو، شو بدك يا خيري؟ ولسه عم تسألني كمان يا رجل؟ شو أنت شايفنا جدبان يعني؟ ادفع له شوية مصاري تصرف، بهالزمن الرشوة بتحل كل شيء. أنا كتير معجب فيك، كنت بتجنن يا حاج، والبنات يلي كانوا بحفلتك بياخدوا العقل، برافو عليك. حاج لو سمحت اقعد. انتو شو دخلكم بحياة هالرجال؟ بتعرفوا شو هي ظروفه؟ ما عاد اشتري من عندك بحياتي. وانا ما بدي. ايه بالناقص. لا ترد على هيك ناس، انا بعرف وضعك كتير منيح. اخي حضر الدواء للحاج احمد. ما معي مصاري، بس عرضت بيتي للبيع، اول ما ينباع. لا تاكل همشي ولا يهمك. ليش عم تعملي هيك كل يوم بنتي؟ لوين عم تطلعي حبيبتي؟ برافو. شو القصة؟ ليك اجت، ليك اجت، عم تجيب لي البحصات جدي. آه. ها ليك اجت. ها هدول من تراب المدينة، هي بتجيب لي اياهم من المدينة المنورة. سمعان شو عم تحكي هالبنت؟ يا الله دخيلك. طبعا هي بتجيب لي اياهم من المغارة اللي دخل الرسول على طريقه هو ورايح المدينة. هالبحصات لمسن الرسول الكريم، ولما بموت بترجاكم تحطوها فوق قبري. آه ماشي يا ربي. امي قالت لي هذا الحكي لان الكفار كانوا عم يلحقوا سيدنا محمد، مشان هيك الرسول تخبى بالمغارة والكفار ضلوا وراه وعم يلحقوه، وكان بدهم يفوتوا على المغارة بس شافوا انه في عش حمامة قاعدة على باب المغارة، وهي هي الحمامة، هي نفسها يلي ساعدت الرسول مشان يوصل للمدينة المنورة، وهي رح تساعدني كمان، مشان هيك هي اجت وبدها تاخذني لهنيك. هاي الحمامة إلي. أحمد شو هذا الحكي اللي عم بتقوله بنتنا؟ هذا قلبه هو اللي عم يحكي هالحكي مو لسانه. آه بنتنا قلبه هو اللي عم يحكي، وهلأ هي رح تبلش رحلتها. بنتنا مدينة رايحة للمدينة المنورة. مدينة يا روحي. يا أمي بابا حبيبي، أنا جاية معكم، يعني هلأ بدكم تاخدوني لهنيك؟ استنوني أنا جاية. آه راسي كتير عم يوجعني يا أمي، كتير. أنا بحبكم كتير. سامحيني يا بنتي، بترجاكي ما قدرت أخذك على مكة والمدينة. يا جدي أنا رحت على مكة وعلى المدينة كمان، اتطلع هي الكعبة هنيك الكل عم يطوف حواليها، واتطلع هنيك هي المدينة المنورة، أمي وأبي كمان هنيك وهنن رايحين ليزوروا قبر الرسول الكريم، وهلأ الرسول الكريم عم يستناهن وكمان عم يستناني، صار الوقت لروح لعندن. الرسول الكريم عم يناديني، عم يناديني، عم يناديني، وعم يقلي يا بنتي جدي معلت أنشد لي الأنشودة تبعنا؟ يلا بترجاك جدو،
ben Resul'e doyamadım. Yaralıyım, yaralıyım, yaralıyım. Ben Resul'e doyamadım, yaralıyım, yaralıyım, yaralıyım. تعرف يا جدي، أنا ما عاد عم يوجعني أي شي بنوب، لأنه أنا طبط وراسي ما عاد عم يوجعني، لأنه لما أنشدت لي هالأنشودة أنا طبط. كمل لي الأنشودة يا جدي. كعبانين أرتسي قراي أشدي يريم يرام بولنماز دردم شاري يراليم 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 بولنماز دردم şare yaralıyım 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 انا جايه يا رسول الله انا جايه لعندك مدينه مدينة بنتي مدينة حجر لأسمتك مدينة يا غرام أدم كل قوس أغام بن لما منقطع هالتل منكون وصلنا على الضيعة. لسه قدامنا كتير، قلنا 3 أيام و3 ليالي على الطريق. قلنا لك من الأول إذا رح تتعب لا تجي. ليش بيصير ما نحضر عرس أخي رضا؟ مجبورين. يلا يلا أيوه يلا أيوه اي اي شو هذا شو هذا ما عم صدق عيوني اهلا وسهلا اهلا فيك امي طلعي لهنيك الله يبارك فيكم الف مبروك شرفتونا تفضلوا تفضلوا يا جماعة هدول الشباب رفقاتي اللي اجوا من مالكارا لهون هن بمقام اخواتي واعز كمان اهلا وسهلا فيكم اهلين فيك يلا تفضلوا تفضلوا خذوا راحتكم الف مبروك اهلا وسهلا شرفتونا ارتاحوا ارتاحوا تفضلوا يا عيني على هالفتاة يا عيني
صحة وانا يلا يا بنات ليش عم يتطلعوا على البنات هيك؟ وأنا شو بيعرفني؟ يلا خلونا نعطي العريس القطنة. ايه يلا قوموا. ألف مبروك إن شاء الله. تتهنى. واحد من رفقات رضا نقطه بدها. تسلم. مبروك يا أخي. الله يهنيكم. مبروك. عبال عندك. بنتي شوفي اخواتك اذا ناموا. ماشي يا امي. شو خلص العرس تبعكم؟ ايه الله يهنيه. شوفي لي المي اذا سخنت لحتى اتحمم. يا ريت لو اجيت معنا على العرس يا مصطفى، كان حلو كتير. اجيت من الارض قبل شوي يا فخريه، والله فارط من التعب، كيف بدي روح يعني؟ المهم تكوني انت عطيتيهم النقوط. ايه عطيته. طلعي، والله ما عم يضل معي لاشتري صباط جديد، العمى كله عم يتجوز. إذا نحن لسه عم ننقط بربع، الغريب نقطهم بأكثر من 10 ليرات. ومين هاد؟ من معازيم رضا. دخيلك، ما علينا فيهم، يلا تعالي. الله يسعدكم ويهنيكم. الله يسعدكم ويهنيكم. كانت سهرة حلوة. إن شاء الله بنرجع منزوركم بالأفراح. يلا يا شباب، تأخر الوقت. يلا امشوا. آه. شو شعورك هلا؟ مبسوط؟ تعبت كتير بس وأخيرا خلصنا. حققت حلمي. ايه علي، شوفي ليش فايق قبل الشحادة وبنتها؟ ما قدرت نام. يمكن ما تصدق، شفت بنت بالعرس، ضليت فكر فيها وما غمضت لي عين. بالله عن جد؟ شو أول مرة بحياتك بتشوف بنت؟ علي شو أنت جنيت يعني؟ ما تحكي قدام حدا مشان ما يضحكوا عليك. أنت ما عم تفهم علي، هذا حب من النظرة الأولى. ليش ما ضل بنات بضيعتنا؟ رح تترك كل البنات يلي هنيك وتجي؟ ليش إمتى رح نرجع؟ والله بيكون أحسن بكتير إذا منطلع فورا. شو هالجاية اللي اجيتوها؟ وصلتوا بالليل وهلأ بدكم تروحوا؟ خليكم ارتاحوا من الطريق على قليلة. طريقنا طويل كتير يا رضا، وفي مين ناطرنا؟ أنا ما عندي. ما عندك أم وأبي يا أخي؟ نسيت عندك أخ وأخت وعم يستنوك. يلا بقى خلص، خليكم يوم تاني. تسلم يا رضا، بدنا نروح. خليكم لا تخجلوني، صار لي زمان ما شفتكم. أنا رح ضل يا شباب. شو عم يقول؟ يا عيني عليك، هاد اللي بدي اياه. أنا راجع يا شباب، يلي بده يجي يلحقني. ما تهتم للي قالوا علي، جينا مع بعض وبنرجع مع بعض. انتوا روحوا يا شباب، أنا لسه بدي ضل يوم أو يومين هون. لك شبنا علي؟ أخذت قراري، انتوا روحوا.
الله يهنيكم، منشوفك على خير. خاطرك رضا. فرحت فيكم كتير. خاطرك يا أخي. شفتي اللي عملوا علي؟ بصير هالشي برأيك؟ مو مهم، نحن منضل رفقات، منحكي بعدين ومنحلها. بس في عنا موضوع أهم، حله رح يكون أصعب. قصدك عن هديك البنت مو؟ ايه هاد اللي قصدته. بس يرجع بينساها. ما بظن. ضيعتنا يا رفيقي معروفة بهواها ومياتها كمان، جوا معتدل كتير وفي عنا كتير سمك، بس للأسف لسه ناقصنا شغلة واحدة، مدرسة. الأولاد بيروحوا على مدارس الضيعة القريبة، وهذا الشيء صعب علينا وعلى الأولاد. رايحة تعبي من الحنفية زينب؟ ايه من الحنفية أخي رضا. سلمي على عمي مصطفى. الله يسلمك. برأيك شو بنعمل بالضيوف اللي ما بيعرفوا حدودهم؟ نعلمهم وين حدودهم. خلينا نروح على أرضنا لناكل فواكه. هلأ شيلنا من قصة الأرض؟ هاي البنت يلي نادت لها زينب بتقربك شي؟ شو هالسؤال؟ البنت حلوة مشان هيك سألت. هي من ضيعتنا فبدك تدير بالك. لو نيتي سيئة ليش لأسألك عنها يا رضا؟ صدقني أنا كتير جدي بهذا الموضوع. أنت من وين بتعرفها لتكون جدي؟ إذا مبارح بالليل وصلت. رضا عم حاكيك عن جد، بحلف لك يمين. ليك إذا سمعك حدا غيري بتصير مشكلة، رح يقولوا أني عم طبي بنات تضيع على رفقاتي. معقول هالحكي يا رضا؟ اجيتي بنتي؟ اجيت. يلا جيبي المي لهون. ماشي يا أمي. روحي شوفي إخواتك شو عم يعملوا يا روحي. تركتهن عم يأكلوا، ما بدي يوسخوا حالهم. شو عم تعمل انت وياه؟ اتركوا المعالق من ايديكم وكلوا. هلا هيك نزعتوا السفره ووسختوا الارض كلها. اختي اللي كبتون. لا انت اللي كبيتون. انا ما كبيت شيء ابدا. مين كب هدول لك؟ هي هو كل الحكايه اختي. هلا وقت الحكايه، بالليل بحكي لك. شو فيها اذا حكيتي هلا؟ المسا بحكي لكم، لازم تاكلوا هلا. يلا. لك كيف عم تقلي عادي وما فيها شيء يا اخي؟ بس فهمني كيف بدي روح لعند أهلها وقل لهم إنه رفيقي طالب إيد بنتكم بالحلال؟ ما بدهم يسألوني من وين بيعرفها رفيقها؟ إذا سألوا جوابي موجود رضا. شو هو؟ هي عجبتني من أول نظرة. لا علي، مو بهالبساطة، في عادات. ما فيك تشرح الحب بكلمة أو حتى كلمتين، لما توقع بالحب بيصير الشرح أصعب. بدك تخبرهم ليكونوا جاهزين. بس أنا رح روح جيب أمي وأبي لحتى يطلبوا لي البنت، يا بيعطوني يا ما بيعطوني. طيب ورأي البنت شو؟ هالموضوع محلول. مو محلول يا علي، هاد أصعب جزء بالموضوع. ليش ما في مدرسة عندكم؟ الدولة ما بنت لنا. عنا الفلاحين بنوا مدرسة. ما في مصاري يعني؟ الوضع المادي صعب. إذا تزوجت زينب رح أبني لكم مدرسة، وهيك الأولاد ما عاد يتعذبوا بالروحة على ضيعة تانية. لازم نوقف مع رفيقك، روح قول للمختار إني وعدتك ابني مدرسة، خليه يتدخل ومناخده معنا جاها، خليه يقنع أبوها لزينب. أخي علي بلاها هالقصة. فكر بالمدرسة رضا، فكر بالولاد. هذا أخي اللي بعرفه. أنا رح روح بكرة الصبح وإنت أحكي مع المختار وزبط لي الوضع. رح جيب أمي وأبي وإجي. ماشي، بدنا نطلب البنت إن شاء الله تزبط. أنا تحمست. راح تساعدني. بنت السلطان الحلوة أخدوها على بلد بعيد لتصير عروس. السلطان خلى بنته توقف قدامه، وإذا ما وافقت على عريس رح يعصب الملك وقال لهم رح تعلق حرب بيناتنا. يعني الملك والسلطان رح يتقاتلوا؟ بيتقاتلوا بالحكاية. سكوت، خلينا نسمع. البنت انجبرت ووافقت إنها تتزوج على بلد بعيد كرمال ما يزعل منها أبوها، بس بدون ما يشوفها حدا كانت تضل عم تبكي على طول.
والله البنت أخذت لي عقلي. ميسرة إن شاء الله، توصل بخير وسلامة. الله يهنيك وألف مبروك مرة تانية. عبال عندك، شوفك عن قريب إن شاء الله. دير بالك على حالك. ها زينب بدي احكي معك شوي. شو بدك تحكي معي؟ روقي واسمعيني لو سمحتي. بعد عن طريقي. بدي اقول لك شيء مهم كثير. قلت لك بعد عن طريقي وروح. انطريني شوي يا حلوه، رح ترجعي تشوفيني عن قريب. يلا اركض. يلا نزامنا على الحصان. يلا نزام بدنا نحكي معك. شو بدكم مني؟ هلا رح تعرف. اخوات هاي. تعال هون. فكرنا اخبياء؟ عم تطلع على بنات ضيعتنا يا واطي. نحن منعرف شلون نربي. تعال هون. وين بدك تروح؟ تعال. تعال نصيبة. خد هاي. وهي. يا واطي اعلم انك واحد من الخربايه. طلع براب ضيعتنا. عفو يا واطي يا قليل الشرف. لا تضرب. بدنا نعلمك كيف تمشي بالادب. يا ندل يا خسيس. واحد واطي. مفكر اللي فعلتك. تعال هون. وين رايح؟ تعال هون يا قليل الشرف. بدنا نربيك يا كلب. يا واطي حقير. يا قليل الشرف. عم تطلع على بنات الناس يا كلب. شو عم يصير عندكم؟ شو عم يصير هون؟ في حساب بيناتنا اخي مصطفى. لك حساب شو هاد؟ عيب عليكم، اثنين حاملين عصايات وهاجمين عليه؟ انت منيح يا ابني؟ والله الواحد ما بيعمل هيك بعدوه. شو في بيناتكم؟ ما في شيء. عم بسألك شو في بيناتكم؟ الله يصلحك ويهديك انت وياه. روحتوا الشاب. ليش ما قلت له انه السبب هي بنته؟ لانه ما بدي اياه يعرف. حرام، زينب ما لها علاقه بنوب. وقف هون. وقف. اهدى. اهدى. اهدى شوي. اهدى شوي. ايوه. يلا يا ابني يلا. عم اهلك. روق شوي، ما لازم تتحرك. وين أنا؟ الرجال الكبير وقع على الحصان. وقع على الحصان معقول؟ ولا متت ودخلت الجنة فجأة؟ شو فاق؟ ايه فاق يا بابا. أكيد عامل خير بحياتك يا ابني. والله لما شفتك بهي الحالة جنب الحصان فكرت أنك ميت.
بعدين شفت إذا قلبك عم بيدق وعرفت إنك فاقد الوعي بس، وكان في بجسمك كتير ضربات. شو اسمك أنت؟ علي. أنت مو من ضيعتنا يا علي، ما بعرفك. أنا عرفته وأنا عرفته. وشلون عرفته؟ ما قلت لك مصطفى واحد من رفقات رضا نقطه بذهب، هاد هو الشاب. وأنا شفته بالعرس يا بابا. أنا رايح على الشغل، بدي إياكم تديروا بالكم منيح على ضيفنا، ماشي؟ الحمد لله على سلامتك. ولا يهمك، رح نطعميه وندير بالنا عليه. السلطان الحلوة وابن الملك تزوجوا بعد احتفالات ضلت 40 يوم و40 ليلة. مو غلط أبداً إذا وثقت فيه يا مختار، أنا بعرفه من زمان. طيب مين رفيقك هاد؟ رح يجي لهون. وابن الملك اللي كان منيح بالبداية مسك إيد البنت. كلامه صادق، أنا بدي مصلحة ضيعتنا. ايه بيصير بيصير، معك حق يا رضا، بس صعب نبعت البنت على ضيعتهم، اهلا ما بيرضوا. بدنا اياك تروح معنا جاهل عنده. وبعدين تغير الوضع، السلطان بلش يصرخ ويعيط على بنته. يا اختي هو ابن عيلة غنية وغير هيك، وعدنا انه يبني لنا مدرسة، هو رفيقه لرضا من زمان. شو المانع؟ البنت كانت زعلانة كتير. حتى ما توافقوا عليه يا مصطفى، احكي شو رأيك؟ البنت ما قدرت تحكي شيء أبداً وما خبرت أبوها بالشي اللي عم تحسه جواتها. كل اللي كانت تعمله إنه تروح على غرفتها وتبكي لحالها. كأنه ما ضل بنات بضيعتنا. الله أعلم من وين متعرف عليها، أكيد في من وراها شيء مصيبة كبيرة. البنت حلوة كتير، أنا بدي إياها، شفتها بالعرس. خلينا نروح نطلب إيدها على سنة الله ورسوله. رح تصير عريس. البنت قطعت الأكل والشرب وجسمها تعب، مرضت وما عاد تقدر توقف على رجليها. بدل ما يجي أبوها ويشوف شو صار ببنته، كان يفكر شو رح يصير لما يبعت بنته على البلد البعيد. وين حطها يا أختي؟ حطها هون. لا تتخانوا.
ابني علي. أهلا وسهلا. يعطيك العافية. كيفك عمو؟ يلا. فخرية اجوا لعنا ضيوف. أهلا وسهلا. تفضلوا تفضلوا فوتوا لجوا. تفضلوا. أهلا تفضلوا وسهلا لجوة. فيكم. يلا نلعب. يلا حفرهم. والله للأمانة ابننا عجبته بنتكن كتير، أخذت له عقله، ونحن جينا لعندكن اليوم طالبين راغبين كربان نطلب إيد المحروسة بنتكن على سنة الله ورسوله. ما بعرف شو بدي إلك، حط حالك مكاني، ضيعتكن كتير بعيدة عنا. قطعنا كل هالمسافة وإجينا مشان ما نزعل ابننا. قال هو وعدكن بده يبني لكم مدرسة، شو بدكن أكتر من هيك؟ ضيفنا معه حق بكلامه يا مصطفى، ليك بهالطريقة رح يصير في مدرسة بضيعتنا. فكر منيح لا تتسرع. رح نفكر، بس عطونا شوية وقت منفكر ومنخبركن. خلونا نسأل بنت شو رأيها وبعدين منرد لكم خبر، وانت أكيد بتأيدني إنه صعب على الأهل يغربوا بنتهم على ضيعة بعيدة لأن الغربة صعبة. رح جيبها لعندكم كل فترة والتانية، ما رح حسسها بالغربة أبداً. مزبوط، ما رح تلحقوا تشتاقولها. بأي وقت بدكن ياها علي رح يجيبها لعنكن. إذا بدكن بجيبها كل أسبوع شو رأيكن؟ أو باخدكن لعنا ومنه بتغيروا جو. عمي إمتى رح تعطونا جوابكن؟ قديش بدكن يوم ولا يومين؟ ما رح نرجع لضيعتنا، رح نضل هون ببيت رضا. أكيد بتشرفوني. طبعاً قطعنا هالمسافة وبدهم يطالعونا بدون جواب. إيه ما بيصير هالشي، وأنا كبيرة بالعمر ما رح أتحمل الطريق. ايه قلولنا لحتى ناخد البنت ونمشي، ما بدنا نقضيها على الطرقات مو هيك؟ وينك؟ جيبي الخبز يلا. إن شاء الله عروستنا ما تكون هيك مو أمي، إلى ساعة عم تجيب رغيفين خبز. شفت يا أخي رضا؟ صار يلي قلت لك عليه، إذا حبينا أو ما حبينا المكتوب على الجبين بدها تشوفه العين. رح أعطي المختار قد ما بده مشان المدرسة. خير إن شاء الله. قول خير. إن شاء الله خير. بنتي انتي اول فرحة بهالبيت، روحنا وضو عيوننا، صعب علينا كتير انه نبعدك عنا. مبين على علي انه شاب منيح، واضح من الهدايا اللي جابون انه كريم وابن عز. انا وامك عم نقول ما بدنا نوقف بوش سعادتك. قال انه بده يبني مدرسة بضيعتنا. اذا قلتي انك موافقة اخواتك رح يدخلوا على هاي المدرسة وما رح يتعذبوا بالروحة على ضيعة تانية. بدي اسألك يا بنتي، موافقة تتزوجي علي ولا مانك موافقة؟ شو بدي أقول يا بابا؟ أنا مالي كلمة بعد القرار اللي بتاخده أنت وأمي. يعني شو بدك تقول للرجال؟ خليه يبني المدرسة وخلص. يا روحي أنتي.
قبلوا يا أخي رضا قبلوا. عمي مصطفى أعطاني بنته زينب، وقعت بحبي كمان. لك روّق هدي، وين بدك تروح؟ بدي روح فورا من حل موضوع المدرسة قبل ما أبي يغير رأيه. رح أحط زينب بعيوني، رح تشوف يا رضا، ما رح خليك تندم أبدا لأنك كفلتني. الله يبارك فيكم كلكم. لك علي استنى رضا، بكرة الصبح رح أخذ زينب وأرجع على ضيعتي، بدنا نعمل العرس بأسرع وقت. لك روّق. جايين لتحكوا معي مرة تانية؟ تعالوا لكن. ارمي العصاية من ايدك، الموضوع مختلف. شوفي، جايين نعتذر منك، كنا مفكرين انه نيتك كانت عاطلة. شو لصاخي؟ ما في شي. اختي امي اهدي. بابا بابا يلا تعال على العرس. عرس شو؟ عروستنا حلوة يا بابا، كتير لابقى لأخي. على الأقل اضحك بهاليوم يا بابا. وليش بدي اضحك؟ لأنه بدنا نزوج أخي. شو بدي أعمل بعرس ابني اللي ما بيسمع كلامي أبدا، وحط اللي فوقه واللي تحته لياخد هالبنت؟ ما راح أحضر. أنا كنت بدي أخذ له بنت مختارنا. بس أنت رضيت تروح معه؟ أنا رحت بشان العادات والأصول. يلا تعال معي بابا وضحك شوي، شو بدك العالم يحكوا علينا؟ انت روح، انا ما بدي اجي. علي تعال، ألف مبروك. الله يهنيك. شكلها مالا مبسوطة. أهلين فيكم، تسلموا، ألف مبروك. يلي بدون ينقطوا العرسان يتفضلوا. تفضلوا. وهلأ اجى دور أم العريس لتنقطهم بإسوارة الذهب. ما شاء الله، الله يهنيكم يا رب. ما شاء الله، ألف مبروك. ألف مبروك. مبروك مبروك. الله يهنيكم. الله يسعدكم يا رب. ومن أخت العريس كمان إسوارة للعروس. ما شاء الله، ما شاء الله، ألف مبروك. عقبالك. وربع ليرة من أخو العريس.
كمان الله يعين هالعروس هالعيله وعلى المصاري. ما شاء الله هالعيله شو مكتفيه بالمصاري. بوسي. ما شاء الله الله يسعدها يا رب. شكرا. وخمس ليرات كمان من مرت اخو العريس. كمان عين يا سلام. هي الله يسعدكم. مبروك. الله يحفظكم يا رب. قطع الذهب من رفيق العريس. كمان رفيق العريس عم يلاقوه شجاع. ذهب كمان الله يهنيهم. وليره عثمانيه من رفيق العريس. يلا يلا عمر نرقص يلا. لا تغمس لا تغمس. ايوه يا عيني يا عيني يا راس يا عيني. ايوه يلا 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 يلا. يا ريت لو أهل عروستنا كانوا موجودين بالعرس هون. ياي شو عم تحكي، منيح اللي ما أجوا، كنا بتلينا بضيافة. روحي قعدي مكانك يلا. شو قالت لك أمي؟ لا ما في شيء. يلا خلينا نرقص. يلا قومي يلا. يلا 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 تعالوا. ايوه ايوه يلا ايوه 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 يلا ايوه يلا ايوه ايوه يلا كلياتنا سوا يلا يلا يا عريس مقص. ايوه يلا يلا ايوه يا شباب يلا يلا ايوه شكرا لكم يا شباب. ما قصرتوا. يلا لشوف اخي البطل. امي ليكي تعالي خلينا نحسب قديش اجاهن نقوط. بكره بنحسبهم بنتي. الصباح رباح، هلا لسه عنا شغل كتير. نحنا ما رح نعطيهم للبنت مو هيك؟ شو جنيتي انتي؟ اكيد ما رح نعطيها، بكفي فتحنا لهم مدرسة. ولا حتى ربعهم يا امي؟ ايه طبعا، كل شيء اجاهم صار إلنا. يلا تعالي خلينا نخبيهم. انا بعرف وين. الفطور جاهز، تفضلوا على اكل. شو العريس لسه ما فاق؟ مبلا فاق، بس عم يغسل وشه. شو كأنك مو حاطة لبان؟ ما جبت. كيف بدنا نفطر بدون لبان؟ يلا انا رايحة اجيب يا اختي. بدي روح على المدينة اليوم. وشو بدك تعمل بالمدينة؟ زينب بدها شوية أغراض. شو؟ تعرفي ما لحقت تتجهز منوب. وليش لا تاخدها أنت؟ لو أهلها بيفهموا بالأصول كانوا جهزوها هنين. ما توقعوا يصير الموضوع بهي السرعة أبداً. لازم يكونوا مبلشين بجهازها من زمان. شوف مثلاً أختك عندها كل شيء الحمد لله. لك وين اللبن يلا بسرعة. بنات الأيام ما في أبرد منهم يا بنتي. لك وينك؟ إيه عملت هاللبنات؟ صار معك؟ لا عم ما أبرد. ان شاء الله بيجي هاللبن. هدول مشان المي، جيبي كاسات للبن.
في كتير شغلات لازم تتعلميهم. البنت غشيمة كتير. ها أهلين مرتك. أهلين فيك علي. كيفك عمي؟ تمام عمي كيفك؟ جينا حتى نبارك يا أخي علي. كيف عروستنا؟ منيح. شو بلشوا شغلوكي من أول يوم؟ لا يا أختي أنا قلت خليني أغسلهم. ديري بالك يا بنت لا تصرفي مي كتير. خفي إيدك لسه في عنا غسيل غيرهم. البنت لسات عروس جديدة وفوراً على الشغل؟ ما دخلك ممدوحة خليها تشتغل. بدنا نكسر شوكتها من الأول مشان ما تتكبر علينا. كيف الزواج معك وكيف عروستنا؟ كله تمام. قالوا لي انك بنيت مدرسة بدأت البنت. ايه مزبوط. عن جد ابوك كيف قبل بهالشي؟ والله بصعوبة. هذا هو الحب بيدفع الرجال اللي فوقه واللي تحته. مو لهي الدرجة. شافها عجبته حبها وتزوجها. انا مالي بهالشغلات. ثلاثة شاي. يعطيكي العافية. ما تتعبي حالك اختي. انا ما في تعب خليني ساعدك. مرت عمي وتالي هيك طبعا ما بيخلوا الواحد متهني. انا قديش الي عندهم ولا مرة عملوني منيح مع انه انا بكل حياتي ما غلطت معهم. بس لا تقلقي ما رح تتعذبي مثل ما تعذبت لاني رح ضل جنبك. لا تاكلي هم ابدا. لا تتضايقي منهم. ليكي بكره علي بينتبه لتصرفاتهم وبيطلعك عبيت لحالك. لازم يكون بالك طويل كتير. يمكن انت تتحملي بس علي ما رح يتحمل. عقل الرجال دائما صعب. اكيد هو ما رح يخلي حدا يتحكم فيكي. انت من هاي الضيعه اختي ممدوحه؟ لا من الضيعه اللي جنبها. طيب مبسوطه بزواجك؟ الحمد لله انا مبسوطه كتير. ونامق مانو مثلهم. قلت له خلينا نربي هالبنت ما بدنا اولاد كتير وسمع مني. بتروحي وبتجي على ضيعتك اختي؟ طيب قرايبينك عم تشوفيهم؟ ما عندي قرايبين كتير. بروح لعند امي وفي عندي عمين وكل فتره نامق بياخذنا لحتى نروح نشوفهم. ايوه كم يوم مر من لما اجيت لهون. اشتقت لبابا ولماما ولاخواتي كمان. لساتني عم اسمع صوتهم. هي عادي عنا. اكيد علي رح ياخدك كرمال تشوفيهم. هالشي ما بيصير. الكني ما لازم تطلع ابدا. بس بابا لازم تروح لعند اهلها. هذا الموجود مش هالشي. بدها تروح قديش بدك تحط بالروحه وبالجيه وتضيع وقت بدل ما تنفذنا طلباتها. كون رجال وخدها على الأرض خليها تتعلم تفلح. أكيد هي اللي عم تنقى عليه بابا. لا توزي براس جوزك. شو ما كفاكم المصاري اللي دفعنا لكم إياها مشان المدرسة يعني؟ شو هالحكي يا عمي؟ ما بدي مصاري أنا بس بدي. شو بدك؟ خلي الرجال يشوف شغله. إذا تركنا الأراضي هيك وما اشتغلنا فيها كيف بدنا ناكل ونشرب؟ يلا روحي من وجهي. روحي. خلينا نأجلها. لا تنزعجي من اللي قالوه. عن قريب رح يسمحوا لنا. صورنا هالصورة قبل سنة. واحد من رفقات بابا اجى من المدينة. اخواتك بيكونوا صاروا اكبر هلا. يوسف كان عمره 5. ايه؟ ان شاء الله هي السنة رح يفوت على المدرسة. واختك عم تدرس؟ وجيران رح تصير صف ثالث. اثنيناتهم رح يروحوا هلا على مدرسة الضيعة. كله بفضلك انت. لا مو بفضلي انا، بفضل زوجي علي. زينب لك وينك يا زينب؟ جاية يا عمي. اسمعيني جاية بسرعة. جيبي لي الصابونة. لك ليش البري فاضي؟ الله يسمرني عليك. لك الله يعينك ويساعدك يا زينب. علي ما حدا قال لك تاخذ بنت من ضيعه بعيده. لو سمعت كلامنا ما كنت تورطت. مين بدك ترضي هلا مرتك ولا عيلتك يعني؟
والله أنا ضايع بيناتهم. خدنا عند مرت أخوك بيتسلوا فترة قصيرة ورح تنسى. ليك مرتي أنا أبوه وأمه بالمدينة راب كتير، بس ما عم تنقى علي على الروح اللي عندهم. بس مرتي وضعها غير، أهلها ما عم بيغيبوا عن بالها أبدا، عقلها عم يضل عندهم. كل الوقت بتلاقيها قاعدة وشاردة كأنها عم تتخيل أبوه وأمه وأخواتها. هيك بصير بالبداية، مع الزمن بتنسى لا تقلق. إن شاء الله تنسى وإلا رح تجن. أختي زينب أنت رح تجي لعنا؟ تعالي على طول لأنه كتير رح نفقت لك ونشتاق لك. أنا كمان رح أشتاق لك. لا تنسينا أختي، أمي قالت أنك رح تروحي على مكان بعيد، مو مشكلة بس لا تغيبي كتير. زينب، لك زينب وينك؟ لك وينك انت؟ الشمس رح تغيب، لهلا ما طبختي لنا شيء. يعني شو بدنا نطعم العالم؟ جايبينك نحن مشان تتمشي بالاراضي؟ لا مرت عمي شو هالحكي، قلت لحالي لسه بكير. فوتي على البيت لشوف قبل ما اضربك بقفه ايدي. يلا شو هالتربايه هي، عم تردي جواب بوشي؟ انا حضرت الطبخه بس ضل علي شغل. لك خلص اسكتي مره تانية، ما بتردي جواب فهمتي؟ مرت عمي يا اختي اسمعيني، انا ما عم رد جوابها. سكرت امك ونقلعي لجوا. اضربي. لا تعصبي أمي، شكلها هالبنت بدها ترباية. بدي اشكيلك على مرتك. شو في أمي؟ شو مثلا؟ بدك تسمعني، تعترض على كل كلمة. قلبها بارد كتير، بدها يوم لتعمل كاسة شاي، صار بدها فركة إذن. طلع ولا كأني حماتها، كأني عدوتها، مو هيك؟ جبنا البلا لحالنا. والله قلبها بارد يا أخي، بتطول بالشغل كتير. يعني مثلاً إذا أمي طلبت منا مي الصبح بتجيبها المساء. واقفة قدامنا بس عقلها بمكان تاني. يلا الحقها. برافو عليكي بنتي. اللي قالوا امي واختي مزبوط؟ لا والله لا. ليش هيك عم يحكوا لكن قولي؟ ما بعرف، انا عم بعمل كل شيء بيقولوا لي عليه، ما عم زعلهم مني. لكن ليش هيك عم يقولوا لي؟ والله ما بعرف يا علي. ما في دخان بدون نار يا زينب، أكيد عاملة شي زعجون. لا والله مو عاملة شي بنو. شو يعني؟ أمي وقتي عم يكذبوا؟ أنا ما عملت شي، ما بعرف ليش هيك عم يقولوا. ليش هيك قالوا؟ ليش هيقولوا هيك عنك؟ أمي وقتي ما عم يفتروا عليكي. غلطت لما أخدتك ليلي، غلطت مو هيك؟ الله يلعن هديك الساعة، بشو ورطت حالي؟ ما رح أخدك لعند أهلك لو بتموتي. أنا شو عملت لك اللي؟ لك أنت وطيتي راسي قدام أمي وأبي وأختي، ومشان هيك ما رح تطلعي من هون، من بعد اليوم بتنسي أهلك. حاجة تبكي. قلت لك بدها فركة إذن، ما قلت لك اضربها يا ابني. والله حرام هالبنت. لا تتدخلوا فيه، هو عمل الشيء الصح، كان بدها اياها. علي لازم يعطيها درس. عملت لك البرغلي اللي بتحبيه، تعالي كلي. ماشي امي. اختي وينك؟ تعالي نحن عم نتعشى. زينب لك شو صاير فيكي؟ بدي روح ممدوحة. مين عامل فيكي هيك؟ أنا بدي أرجع على بيت أهلي يا أختي. طيب يا روحي، طيب لا تبكي، لا تبكي، روقي، مرقت على خير. خلص روقي، مشي الحال، اهدي. أنا ما عاد فيني أتحمل أختي. الأحسن تنتقل على بيت لحالك. إذا بتكون تضلوا هيك رح تكبر المشاكل أكتر. مستحيل، أصلاً أبي هو يلي دفع مصاري المدرسة كلها، ما فيني روح قل له اشتري لي بيت تاني.
لكن هيك رح تكمل حياتك؟ معهم معهم بيتعودوا على بعض. وانت ليش ضربتها بدون ما تعرف منها شو صاير؟ انسوا حكي اختي، امي مرة كبيرة، معقول تكذب؟ لا مو هيك قصدي، بس يمكن كبروا الامور شوي. الشخص المنيح ما بيجيب الحكي لحاله، من اليوم وطالع هيك بدها تصير منيحة معهم. اسمعيني زينب، هنن غلطوا معك حق، بس اذا رحتي هلا رح تكبر المشكله. اول شيء بتشوي سمعة اهلك بالضيعه عندكم، وثانيا الطريق كتير طويل، كيف بدك تروحي؟ مو سهله. لا تزعلي واعتبريني اختك، اعتبري ما صار شيء ورجعي على بيتك، وانا رح احكي مع نامق وهو بضل اخوي الكبير واكيد رح يسمع منه. نامق رح يوعي لعلي، انت لا تقلقي. ماشي يا روحي انت. يا بنت ركدي لجوا جيبي لي بشكير. البشكير وسخينة عم أغلي مي، بدي أغسلهم هلأ. الله لا يعطيك العافية، روحي جيبي لي من اللي ضابطيهم لكان. شو هالبلوة هي؟ يا حرامية صرتي بدك تسرقينا كمان؟ شو عم تقولي انتي؟ سرقت شو؟ امي الحقيني بسرعة، مسكت كلمتنا وهي عم تسرق. بسرعة امي، يلا امي بسرعة. هذا الناقص، فيني سامحك على كل شيء بس على هي مستحيل. بدي اطلع بروحي. اسمعني شوي كرمال الله. مشان سمعني. شو بدي اسمعك؟ شو بدك تألفي هي المرة؟ والله أنا ما سرقت شيء. ما بدي أمك لا حتى جيب. يا أما بتصيري بشر، يا رح أضربك لتصيري بشر. والله العظيم إنن قالوا لي. أنت ما بتفهمي، رح أضلي بالغرفة إذا ما بدك تنضربي مثل الدواب. مثل البشر. شفت بعيوني يا أمي، هي كانت عم تسرق الذهب. أنا إذا عم بتضرب مثل أكيد رح أهرب من البيت، بس هالسلالة لساتها متحملة. يوسف جران، جران اشتقت لكم كتير. يوسف حبيبي، امي افتحي لي الباب. امي انا شو عملت لك يا امي؟ امي افتحي لي الباب، افتحي لي الباب. امي افتحي الباب، انا شو عملت لك يا امي؟ شو عملت؟ روحي يلا نلعي.
تصرفاتك مانا صح علي، انت اخترتها لهالبنت، قلنا ماشي وزوجناك ياها، انت بدك تلاقي حل لهالشي. انا لساتني بحبها يا اخي. هذا مو حب، اذا ما في احترام فما في حب، ما رح تستفاد شي من ضرب البنت. انت اخي الصغير، انت روحي، بس اذا عاملت البنت هيك رح ازعل منك كتير. اخي ما تتدخل بهذا الموضوع، انا ما بتدخل فيك. الحق معك، بس إذا عملتها بهالطريقة حياتك رح تخرب. إذا طلبت روحي بتاخدها، بس هذا الموضوع غير، هي غلطت. لا تعصبني علي، أنا بعرف شو عم بيصير. يعني قديش إلي متزوج أنا وممدوحة؟ بدي أسألك، شي مرة شفتني أو سمعتني مديت إيدي عليها؟ يمكن لأنه مرتك واعية أكتر، طلعت من البيت ما كفاها إن ما اهتمت بأبي وأمي، هلأ صارت ممدوحة بدها تتدخل بمشاكل العيلة. يعني كيف عم تحكي معي بهاي الطريقة؟ أنا أخوك الكبير. إذا كنت كبير تصرف مثل الكبار، سمع كم كلمة من مرته وإجا. علي علي احترم حالك. كذب شي؟ مو مرتك اللي عبتلك براسك؟ لا انت اخي ولا انا بعرفك، طلع من حياتي. قول لمرتك لا تخطي خطوة على بيتنا. انا لا حبيبي وحبيبي الي، يا عصفورة بيضة لا بقى تسألي، لا يعتب حدا ولا يزعل حدا، أنا لا حبيبي وحبيبي إلي، لا يعتب حدا ولا يزعل حدا، أنا لا حبيبي وحبيبي إلي، أنا لا حبيبي وحبيبي إلي، يا عصفورة بيضة لا بقى تسألي، لا يعشق حدا ولا يزعل حدا، أنا لا حبيبي لا يعتب حدا ولا يزعل حدا، أنا لا حبيبي. خايفة نكون ظلمناها يا أمي. قديش قلنا عم نقله لعلي، بس هو ما عم يسمع منا. إذا هو مو مهتم فيها ليش لنهتم نحنا؟ وأبوكي مو سائل عن شي. ما بعرف، بس بتعرفي شو أمي، منيح زينب ما جابت ولد، وإلا كان ضل بخلقتنا، يعني بركي ماتت مثلا. شد بابا، واقف لشوف. بابا واخيرا اجيت لعندي. بابا بنتي اجيت لاخدك يا روحي. بابا كنت بعرف انك رح تجي وتاخدني، كنت بعرف. بنتي حبيبتي روحي زينب.
بابا؟ بابا لوين رحت؟ بابا رجع لعندي. بابا تعال خدني بابا. بابا ساعدني ورجعني على البيت. أنا اشتقت لأخواتي بابا، اشتقت لأخواتي بابا. شفتي أمي وهي البنت جنت، ها؟ شوفي بعينك منيح. بابا رجع لعندي. بابا بترجاك رجع لهون بترجاك. السلام عليكم. السلام أخي علي. وعليكم السلام، أهلا وسهلا. شوف يا علي، ما عاد شفناك ولا عاد قعدت معنا، لا عم تجي على قهوة ولا حتى على لعبة شدة. شو عم بصير معك أخي؟ إذا في مشكلة منساعدك فيها. ما في شي يا شباب، ضايق خلقي بس. ليش ضايق خلقها؟ مرتي زينب يمكن معها مرض خطير، عم تضل تسعل كل اليوم. مبارح لقيت دم على المحرمة، شوفت عينكم وضع سيء كتير. ليك في دكتور بالضيعة، خدها لعنده. حاولت ما قبلت، طلبت مني شيء واحد، بدي ياني أخدها لعند أهلها. شو ناطر؟ اعمل يلي بدي إياه، إذا شافت أهلها ما بيضل فيها شيء. أنا حالف إنه ما أخدها، شو أعمل؟ لك شبك علي مو شايف حالتها؟ بجوز تموت البنت وإنت لساتك معنت. خلص يا أخي. مستحيل. أخي نامق، حالة زينب سيئة وما أنا عم ترضى تروح على الدكتور. البنت مشتاقة لأهلها وبسبب عناده لعلي المسكينة رح تموت. هدول شو بدهم من زينب؟ لا تبكي إلا ما نلاقي حل. وين ضيعتها؟ أنا جاي. على الجد عيب عليكم، شو أنتوا ما بتخافوا الله؟ لك إلى سنتين البنت عم تقلكم خدوني لعند أهلي وأنتوا ما رضيتوا. أنا ما بيشرفني أبداً يكون عندي أخ مثلك. ولا أنت طلعتي حية من تحت التبن. أمي قليلي شو بدكن بهالمسكينة؟ هي شو عملت لكم؟ بشو غلطت معكن؟ تزوجت مشان يدرسوا ولاد ضيعتها، مشان يقدروا ولاد ضيعتها يدرسوا البنت قبلت تتزوج على الغربة. أخي خلاص. لك شو عم تعمل؟ كانت ملاك. لك مو حرام عليكن؟ انتوا اللي خليتوه للبنت تمرض، مو حرام عليكم اللي عملتوه؟ انا رح اخذ زينب لعند اهلها. اختي على مهلك. يا زينب ما ضل كتير، يلا كلي هالمعلقة افتحي تمك، هلا رح تشوفي اخواتك اكيد اشتاقوا لك كتير. يا نامق اسرع شوي، يلا اسرع اسرع. حملي زينب. يلا 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 افتحي تمك زينب. اختي شكرا. اسرع افتحي تمك يلا لشوف. تعبتكم معي كتير يا اختي ممدوحة، انتوا اخديني لعند اهلي هلا، حتى لو متت رح كون مبسوطه كثير. بعيد الشر عنك زينب، شو هالحكي؟ هي قربنا نوصل، صدقيني هلا لما تشوفي اهلك ما رح يضل فيكي شيء. اشتقت لاخواتي كثير يا اختي، لما رحت وتركتهم كانوا صغار اكيد بيكونوا كبروا. تمام لا تتعبي حالك بالحكي، خلص اهدي.
أمي أكيد هلأ رح تفرح كتير. وأبي أبي كمان رح يفرح كتير. خلص خلص زينب، أنا وعدتك ضل جنبك عطول، بس أنا ما قدرت. زوجك وزوجي تقاتلوا مشاني، أنا فكرته رجال، فكرته رح يحميكي. يا روحي، ما عرفت إنه رح يصير هيك، من وين كنت بدي أعرف؟ قديش ضل يا أختي؟ قديش ضل يا نامر؟ بس نقطع هاي التلة منوصل. سمعتي زينة؟ ضل شوي ومنوصل. لو أبي كان عنده حصان كان زينب. لو زينب زينب وقف وقف زينب وقف وقف زينب زينب اطلعي فيي. كانت اجت لعندي امي مشان زينب 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 لا تموتي زينب، تحملي شوي لك نوصلنا على ضيعتك. جرعت زينب افتحي عيونك، يلا افتحي عيونك زينب، يلا رح نوصل زينب، يلا تحملي زينب. زينب لا تموتي، امك وابوك واخواتك عم يستنوك، تحملي زينب. زينب تحملي. شو صار باخر الحكاية؟ هون خلصت الحكاية. يا الله منك يا اختي، قولي لنا شو صار. قولي يلا قولي لنا شو صار. طيب رح قلكم مشان ما تضلوا عم تنقوا. بالأخير زينب. البنت ماتت. زينب. لمشاهدة المزيد من الحلقات لا تنسى الاشتراك بقناتنا وتفعيل زر الجرس.